بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، كلنا نتمنى أن تفتح لنا أبواب السماء وأن تقبل أدعيتنا. روى الإمام مسلم وصححه أحمد شاكر من حديث عبد الله بن عمر: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل: أنا. قال والله. فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت لهن، والله إني والذي نفسي بيده إني رأيتهن تصعد إلى السماء أو يصعدن إلى السماء، ففتحت لهما أبواب السماء. فسيدنا عبد الله بن عمر يقول: والذي نفسي بيده ما تركتهن منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وقال عون، وأغلب الظن أن عون ده من أحد التابعين: ما تركتهن، والذي نفسي بيده ما تركتهن منذ أن سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك. يعني سيدنا عبد الله بن عمر ما سافش الكلمات دي أبدا، كل ما يكون له دعاء أو شيء. فيا ريت الكلمات ديت الله أكبر كثيرة والحمد لله، لأن دي هتخليك يعني إن شاء الله تخليك مستجاب الدعوة، خصوصا لما يكون لك دعاء ملح ادعو الله سبحانه وتعالى به: واجعل لك منها وردا مع أذكار الصباح والمساء وفي الركوع وفي السجود، بنية استجابة الدعاء. ولما يكون لك دعاء ارفع يدك وقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فيها التسبيح طوال اليوم، لأن يعني سبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. حضرتك الكلام ده تحت الفيديو. أنسى أكون شروع ونشر هذا العلم في طلب العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.